نعم زميلي، أبدأ معك من الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي صباح اليوم على محور قرية الجفرة وساتر المطار الشرقي، تم صده من قبل رجال الجيش العربي السوري مكبدين المهاجمين خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد. طبعا الهجوم استمر لعدة ساعات، استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة وأجبر المهاجمين على الانسحاب. سلاح الجو أيضا في الجيش العربي السوري استهدف اليوم رتل من آليات عناصر تنظيم داعش الإرهابي غرب نادي المهندسين في بلدة الحسينية ودمر الرتل بمن فيه، وأيضا وجه ضربات لأماكن تواجد المسلحين في محيط المطار العسكري وقرية الجفرة وبادية التيم والبغيلية ومحيط جسر الرقة، وحقق إصابات مباشرة. رجال المدفعية أيضا في الجيش العربي السوري استهدفوا بشكل مباشر أماكن تواجد الإرهابيين في شمال مقابر ودمروا دشم كان يتحصن فيها عناصر تنظيم الإرهابي بالقرب من جامع المفتي في حي الموظفين. طبعا تنظيم الإرهابي زميلي مستمر بشكل يومي، ونتيجة الضربات الموجعة التي تلقاها من حراس الفرات أبطال الجيش العربي السوري استهدفوا المدنيين بقذائف الحقد في أحياء مدينة دير الزور ما أدى لإصابات بين المواطنين. نعم زميلي اسمح لي على الوضع الخدمي. طبعا باشرت محافظة دير الزور بتوزيع مادة الخبز المجاني بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بهدف تخفيف أيضا آثار الحصار الذي يفرضه الإرهابيين على أحياء مدينة دير الزور، ما ترك ارتياح لدى المواطنين في المدينة، إضافة إلى الجولات التي يقوم بها السيد محافظ دير الزور لمتابعة عمل الدوائر الخدمية وتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف المعاناة عليهم نتيجة الحصار الظالم على المدينة من قبل المجموعات الإرهابية. نعم أشكرك. نعم كل الشكر أحمد الحمدوش مراسل الإخبارية السورية في المنطقة الشرقية. إذن من